تعد قرية تسيسي التي تقع بمدينة فوتين بمقاطعة فوجيان شرق الصين من أوائل القرى والبلدات الصينية التي استفادت من الخطط والدعم الحكوميين للتخلص من براثن العوز والفقر والانتقال إلى مستوى معيشي جيد يكفل حياة ترفيهية وكريمة لجميع أبناء القرية الذين ينتمون بغالبيتهم إلى الأقليات القومية الصينية المنتشرة في عموم البلاد. دأبت الحكومات الصينية المتعاقبة على بذل الجهود وتكريس جميع الإمكانات المتاحة الهادفة إلى القضاء على الفقر المنتشر في العديد من القرى والبلدات الصينية، وذلك باتباع سياسات تقوم على تنمية المكان وتطوير قدرات المجتمعات الفقيرة للتصدي لظاهرة الفقر. حيث كانت قرية تشيتشي بمقاطعة فوجيان شرقي الصين والتي يسكنها نحو أكثر من 1800 شخص غالبيتهم من الأقليات القومية الصينية، كانت في طليعة القرى التي نجحت في دحر الفقر والتغلب على العوز نهائيا قبل عدة سنوات، مستفيدة من موقعها الجغرافي وطبيعتها الساحرة كموقع سياحي جاذب للسياح والزوار ومواردها الزراعية المتنوعة وفي مقدمتها الشاي الأبيض والخيزران ومصادر المياه العذبة، فضلا عن وجود المعادن المتنوعة. والآن وبعد تخلصها من الفقر تحولت هذه القرية إلى مجتمع زراعي ناجح ومقصد سياحي متميز بفضل الدعم الحكومي واجتهاد أبنائها الذين يعملون بكل صبر وجد من أجل طي صفحة الفقر وتدشين صفحة أخرى سطورها العمل المنتج والتطور والنمو والعيش الرغيد. وهذا ما أكد عليه سكرتير الحزب المحلي لمدينة بانشي التي تتبع إليها القرية إداريا. الشاي الأبيض الذي تتميز القرية في إنتاجه على المستوى الوطني واحدا من بين العديد من المنتجات الزراعية التي ساهمت في دفع شبح الفقر بعيدا عن أبناء القرية. وخلال تولي الرئيس الصيني سي جين بينغ مسؤولية سكرتير الحزب في مدينة نيندا بمقاطعة فوجيان في الفترة من عام 1988 وحتى عام 1990، نشر كتابا عن كيفية التخلص من الفقر، وقد أصبح هذا الكتاب دليلا ونبراسا لنا للتخلص من الفقر. وبالفعل نجحت القرية في رفع مستوى دخلها السنوي إلى 5 ملايين يوان صيني، وبذلك تصدرت قائمة القرى والبلدات التي اجتازت مرحلة الفقر وشرعت في بناء مجتمع حضري متطور يعيش برفاهية وسعادة. لا شك أن طريق مكافحة ولجم آفة الفقر هي طريق صعبة وطويلة وشاقة إذا لم تتضافر الجهود الحكومية والشعبية في المناطق والقرى الأكثر فقرا في الصين. لذا كان قرار السلطات الصينية يركز على دعم وتنمية تلك المناطق من خلال الاستفادة من الإمكانات والموارد الطبيعية المتاحة فيها، بما يساعد على تحريك الاقتصاد المحلي وإيجاد مزيد من فرص العمل. وهذا ما تحقق بالفعل في قرية تشيتشي قبل عدة سنوات، حيث ساهم النشاط الزراعي والسياحي لأبناء القرية في تحقيق نمو مطرد خلال الأعوام الأخيرة، مستفيدين من زراعة الشاي الأبيض وهو محصول استراتيجي يحظى بإقبال متزايد داخل الصين وخارجها، ويباع في الأسواق المحلية الصينية كما يصدر إلى بعض دول العالم، وهو ما دفع الكثير من أبناء القرية للشعور بالفخر والزهو لأن قريتهم كانت الأولى على مستوى الصين تنجح في التخلص من براثن الفقر وتحقق التنمية الذاتية المستندة إلى استثمار فعال للموارد الموجودة فيها، والتي تدر عليهم دخلا سنويا جيدا وتوفر لهم مستوى معيشيا لائقا وبيئة أيكولوجية خضراء ساحرة. أنا مزارع في هذه القرية التي تركز على زراعة الشاي الأبيض وتسويقه. لقد نجحت في تحقيق دخل شهري قدره 3500 يوان صينية، لذا فإن دخلي المتحقق من بيع الشاي جيد، فضلا عن استقبال القرية بين 100 إلى 200 سائح يوميا، وهذا نشاط آخر يدور المال علينا أيضا. والدي لديه مزرعة مساحتها 2000 متر مربع تدور عليه نحو 20,000 يوان سنويا. لقد تحسنت أحوالنا كثيرا. ضمن جهودها لمحاربة الفقر والقضاء عليه تسعى الحكومة الصينية إلى إقامة العديد من المشاريع في البلدات والمدن الفقيرة،
وتعد قرية شي جي التي نحن فيها الآن نموذجا على نجاح تلك الجهود في نقل الناس من حالة الفقر إلى حالة أفضل، حيث عملت الحكومة على إقامة العديد من المشاريع التنموية في هذه القرية التي ساعدت سكانها على العمل والكسب بشكل أفضل. باسم السامرائي لـ CGTN عربية، مقاطعة فوجيان.